للحوار بين الآباء والأبناء دوراً هاماً في تكوين شخصيتهم والتأثير على طريقة تفكيرهم. فعندما ينشأ الأبناء منذ نعومة أظافرهم على الحوار والنقاش الهادف مع آبائهم، الأمر من شأنه أن يكسب الأطفال مهارات الحديث والتفكير وغيرها من الأمور التي تلعب دوراً كبيراً في شخصية واستقلالية الطفل. لذا لا بد للأبوين من تثقيف أنفسهم وتعلم مهارات التربية الحديثة التي تمتاز بالانفتاح والتجدد من خلال التركيز على تعزيز ثقة الطفل بنفسه ليعبر بشكل جيد عن أفكاره، مما يجعله قادراً على مواجهة العالم الخارجي وصقل مهاراته الحياتية. الحوار والنقاش مع الأطفال يعد من أهم الأساليب التربوية المعاصرة، حيث أنها تنمي مخارج الحروف والنطق عند الأطفال، وذلك لأن الطفل في مراحله الأولى يقوم بالتقاط جميع المفردات اللغوية وتخزينها ومن ثم استخدامها، كما تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره براحة أكبر، وتنمي مهارات الاستماع لديه ليفرغ بعدها كل ما في جعبته من أحاديث وأفكار. أما في حالة ملاحظة صعوبة الأطفال في الحديث والحوار أو حتى عند امتناعهم عن النقاش والتعبير، لابد من زيارة مراكز الاستشارات التي تقدم جلسات علاجية للأطفال من أجل حل هذه المشكلة، خاصة مع وجود مشكلة التلعثم في الكلام لما لها من عواقب نفسية كبيرة على الطفل، مثل العصبية والعنف أو حتى الخجل من مواجهة المجتمع وغيرها من المشكلات النفسية التي تؤثر على تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية.